بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 33 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 9 من شهر الله المحرم سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنها ليلة كريمة مباركة، ليلة الجمعة، نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستتبعين لسنته، مقتفين لأثره. أما إنها ليلة الجمعة وجمعة الغد العاشر من شهر الله المحرم، وقد ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام استحباب صيام هذا اليوم والتأكيد على ذلك، ورغب أمته في أجر عظيم، فقال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من عظيم فضل ربنا علينا أمة الإسلام، ومن كريم هدي نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما حاز لأمته من الخير والشرف والأجر العظيم. وليس مسلم عاقل يبحث عن السلامة لنفسه والحرص على الخير لها إلا ويستبق إلى هذه الأبواب الكريمة من الخير، فدونكم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، جامعين بين الاستكثار من الصلاة عليه واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. صلى عليك الله ما جفن غفا، ما شق نور الصبح في الظلمات، صلى عليك الله ما قلب شكا، وما سارت الأقدام للصلوات. فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية أيها الكرام فيما ساق ابن القيم رحمه الله في فصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته في الطعام، وأنه كان لا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً. وساق من أسماء بعض الأصناف والأطعمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أكلها وأحب بعضها، كالحلواء والعسل، وأكله لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة والأرنب وطعام البحر والشواء، جمعه عليه الصلاة والسلام بين الرطب والتمر، والتمر والخبز، والخبز والخل. أكل الثريد صلى الله عليه وسلم، وأكل القديد، وأكل الدباء، وأكل عليه الصلاة والسلام الجبن والخبز بالزيت والبطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكل ذلك مع ما كان يجده من الجوع كثيراً صلى الله عليه وسلم، ويبيت الليالي المتتابعة هو وأهل بيته طاوياً لا يجدون عشاءً صلوات الله وسلامه عليه. مجلس الليلة في تتمة ما في هذا الفصل الذي نقف فيه على هدي نبي الأمة عليه الصلاة والسلام في طعامه الذي أمضى به حياته الكريمة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان مطعمه يوضع على الأرض في السفر، وهي كانت مائدته. وضع الطعام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن على مائدة ذات القوائم كالتي يجلس عليها بعض الناس اليوم، سواء كانت مائدة طويلة القوائم التي تسمى مائدة أو طاولة الطعام، أو كانت المائدة القصيرة التي تكون بين يدي الجالس وتسمى السكرجة. فنبينا عليه الصلاة والسلام
ويسمى الخوان، فإنه ما أكل على خوان ولا أكل في سكرجة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. الخوان المائدة قصيرة القوائم التي يوضع فوقها أطباق الطعام بين يدي الجالس على الأرض. فكيف كان يصنع؟ كان طعامه يوضع على الأرض، خبزاً كان أو تمراً أو ثريداً أو غيره من الطعام، ولئلا يتسخ الطعام بوضعه على الأرض والتصاقه بالتراب والحصى توضع له السفرة كسائر ما يستعمل الناس اليوم، السفرة التي سواء كانت من قماش أو كانت من أدوات غيرها من المصنوعات الحديثة البلاستيك ونحوها. وفائدة ذلك أنها تجعل الطعام مفصولاً عن التصاقه بالتراب والأرض والحصى والقذر، وفائدتها أنه يلتقط من فوقها الساقط من اللقمة فإنها لا تكون مستقذرة بل تبقى نظيفة فيأكلها الآكل. قال: وكان مطعمه يوضع على الأرض في السفر وهي كانت مائدته، فلم تكن له مائدة مرفوعة يوضع عليها الطعام. نعم. قال: وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بإصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. كان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه الثلاث، أي ثلاثة؟ الإبهام والتي تليها والوسطى، فيجمع اللقمة بهذه الأصابع الثلاث ويأكلها عليه الصلاة والسلام، ويلعقها إذا فرغ. ثبت من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. واللعق أن يضع الأصبع في فمه فيلعق ما عليه من بقية طعام أو دهن أو شيء بقي على أصابعه من أثر الأكل. هذه سنة يا كرام كثير زهد فيها اليوم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها بنفسه فيضع الأصبع في فمه ويلعق أصابعه، أو يلعقها لمن يكون له أو بينه وبينه مودة كالزوجة والولد ونحوه، فربما كان صبي من أولاده بجواره فيضع أصبعه في فيه فيلعق بقية الحلوى أو الطعام الباقي على أثر أصابعه. هذه سنة، ولا يستقذرنها بعض الناس اليوم، فإن الإسلام ما جاء إلا بأكمل الآداب وأفضل الهيئات وأحسنها وأكثرها مناسبة لصحة البدن والاستقامة على الطبيعة السليمة التي يحتاج إليها البشر. فلعق الأصابع أو إلعاقها، ما فائدة هذا؟ هذا أولا توقير للطعام واحترام للنعمة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند أحمد قال: فإنه لا يدري في أي طعامه يكون البركة. قال: فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه يكون البركة، فربما كانت البركة في اللقمة التي سقطت منك على المائدة على السفرة فلا تتركها، وربما كانت البركة في بقية أثر الطعام الذي بقي على أصابعك. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو أشرف ما يكون من الأكلة، يعني استعمال الأصابع الثلاث. ما وجه الشرف؟ أولاً أنها أكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانياً أنها الأنفع للبدن والأقوم للصحة والأقرب إلى اعتدال الآكل في طعامه، فإنه إما أن يتوسط فيأكل بثلاث، أو يزهد فيأكل بواحدة، أو يشرها فيأكل بالخمس. قال رحمه الله تعالى: أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، يعني إذا وضع يده في حلوى أو في مرق أو في إدام ونحوه أو في عصيد أو في قديد أو ثريد، يضع أصبعه كالمتكبر على الطعام يمسح مسحة فيلعقها،
هذا قال ابن القيم رحمه الله: فإن المتكبر يأكل بإصبع واحدة، إصبع أو أصبع، ضبط الهمز فيها مثلث وضبط الباء فيها مثلث، تقول أصبع وإصبع وأصبع، والباء كذلك يصح فيها الحركات الثلاث فتصح فيها تسع لغات. قال رحمه الله: والجشع الحريص يأكل بالخمس، يعني بالخمس الأصابع، فيضعها في الطبق أو في المائدة فيأخذ طعامه بالخمس الأصابع. قال: ويدفع بالراحة، الراحة راحة الكف هذه، يعني يدفع اللقمة براحة الكف كلها في فمه بعدما أخذها بالخمس، وهذا تجاوز لحد الاعتدال. قال: هذا شأن الجشع والحرص والشراهة في الأكل. الإسلام ما حرم الطعام ولا منع الآكل، لكنه يأمر بالاعتدال، وأكمل ما يكون في هيئة الآكل ما ثبت عن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة. في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا آكل متكئا، نفى أن يأكل على هيئة الاتكاء صلى الله عليه وسلم. هل النفي نهي؟ الجواب لا، ما لم يثبت في الشريعة نهي فإنه يبقى دلالة النفي على إثبات الهدي النبوي، فيكون الأكمل ما ثبت في نفي فعله صلى الله عليه وسلم له، ويكون خلافه خلافاً للأولى، فإذا ثبت النهي تأكد المنع. يقول: لا آكل متكئاً، فسر العلماء الاتكاء بأكثر من تفسير، ذكر ابن القيم رحمه الله منها ثلاثة. قال: والاتكاء ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب، يعني أن يأخذ وسادة أو يأخذ شيئاً ما فيتكئ عليه على جانبه الأيسر فيأكل بيمناه وهو متكئ، سواء كان اتكاءً على كرسي كهذا فيتكئ هكذا ويتناول طعامه متكئاً، أو كان جالساً على الأرض فأتي بوسادة أو تكأة أو مسند فاتكأ عليه وجلس يأكل، حتى لو كان يأكل تمراً مع القهوة أو يأكل رطباً أو يأكل حلوى هو أكل. هذا تفسير الاتكاء على أحد جنبيه، أو وضع اللقمة في فيه واتكى على يمينه أو يساره، هذا اتكاء صريح في دلالة نفيه عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. الصفة الثانية من الاتكاء أن يتكئ على إحدى يديه، فيجعل إحدى يديه بجواره ويتكئ عليها ثم يأكل، سواء كان جالسا على مائدة أو جالسا على الأرض. فإذا جلس على المائدة من صور الاتكاء التي قد تغيب عن الأذهان أن يضع يده على المائدة فيتكئ عليها ويأكل، هذا أيضا من الاتكاء المنفي في هديه عليه الصلاة والسلام. الصفة الثالثة التربع، الجلسة التي نسميها اليوم تربع كالتي يجلسها كثير منكم والتي يعتادها كثير منا أيضا في جلسة الطعام، فسرت أيضا بالاتكاء. أين الاتكاء؟ قالوا: معنى الاتكاء في التربع تمكين البدن من الجلوس والاسترواح إلى الأكل، فيفضي إلى الإفراط في تناول الطعام، بخلاف ما لو جلس في غير جلسة التربع فإنه سيرفع إحدى رجليه ويجلس على الأخرى، وهذا فيه نوع من رفع القدم إلى البطن فيحول بينها وبين التوسع في الطعام، وهذا مقصد شرعي في الاقتصاد في الطعام والاكتفاء منه بقدر ما يشبع الإنسان ويشد صلبه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه كما قال عليه الصلاة والسلام. فسر الاتكاء أيضا باتكاء الظهر، فإذا أكل أسند ظهره إلى جدار أو نحوه فأكل متكئا، هو أيضا نوع من الاتكاء. والذي نقله ابن القيم رحمه الله جزء مما يذكره العلماء في تفسير نفيه صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء. أما اتكاء الجنب سواء على مسند أو على وسادة أو على كرسي أو على نحوه
فيه نوع من التكبر على النعمة والبطر الذي لا يناسب المؤمن في أدبه مع الطعام بين يدي النعمة التي سيقت إليه. وأما الاتكاء الآخر كالتربع والاستناد إلى الظهر قالوا ففيه تمكن واتساع في الأكل، والشريعة تحبذ خلاف ذلك بالاقتصار على ما يقيم صلب ابن آدم في أكلاته، وهو كله كما قلنا فسر بنفيه صلى الله عليه وسلم بقوله لا آكل متكئا. يبقى صورة واحدة خارجة عن هذا النفي قال المصنف والثلاثة مذمومة، تبقى صورة يمكن أن يزول عنها الذم وما مع ما فيها من الاتكاء، وهي الاتكاء للحاجة، كمريض أجريت له عملية جراحية أو يشتكي من ألم فلا يستطيع الجلوس إلا متكئا، هذا معذور، والحاجة أيضا تقدر بقدرها، فمتى استعمل مسلم شيئا من المنهيات محتاجا إليه زال عنه الذم وارتفع عنه الحرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يسمي الله على أول طعامه ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. هذه جملة من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ثبتت عنه بعد فراغه من الطعام. يا كرام، هذا أدب نبوي عظيم يتعين على المسلم الحريص المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتني به في طعامه وشرابه، أدب يبتدئ من أول الطعام وينتهي في ختامه، يسمي الله عند الابتداء ويحمده عند الانتهاء. يا أمة الإسلام، ذكر اسم الله في بداية الطعام طرد للشيطان واستبقاء لبركة الطعام وحصول الأثر النافع من الطعام بأمر الله. قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يا غلام سم الله، وتسمية الله عند الطعام تطرد الشيطان أن يشرك المسلم في طعامه فتبقى له بركة الطعام فيكفيه وإن كان قليلاً ويجد حاجته وإن لم يشبع في الحس، فهذا من بركة ذكر اسم الله عز وجل في ابتداء الطعام. وحمد الله في آخر الطعام مبني على أصل جليل في شكر النعمة وحمد المنعم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل رزق النعمة وهدى إليها ويسر لها وأعان العبد على الانتفاع بها، لأن العبد إذا ألف ذلك ربما غاب عنه حمد الله، وربما قل الطعام بين يديه فظن أنه لم يكفي حاجته فغفل عن حمد الله. والمسلم المتبع للسنة يحمد الله على اللقمة يأكلها، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كم أكلة أكلت؟ كم شربة شربت؟ إياك أن تقول لكنه طعام قليل ولم يشبع، إياك أن تقول لكنه طعام بائت أو بارد أو غير مستساغ أو شراب مر أو حامض أو ساخن أو بارد، فغيرك ما وجد شيئا يضعوه في فيه، فأكلت فاحمد الله وشربت فاحمد الله. حمد الله مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وفي مقام الطعام علمنا أدباً عظيماً. انظروا كم حفظ عنه من العبارات، كم ذكر عنه من الروايات، كيف كان صلى الله عليه وسلم يلهج بحمد الله والثناء عليه، لم يلزم عبارة واحدة، ما كان يقول الحمد لله ويقوم، اسمع كيف يتلطف مع ربه، كيف يتودد في ذكر النعمة
وشكر المنعم سبحانه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. انظر كيف عدد النعم وهو إنما أكل طعاما، ذكر الطعام والشراب واللباس والهداية والبصيرة والتفضيل على الخلق. يستحضر العبد نعمة الله عليه وإن قلت، هذا العبد الشكور. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الشاكرين، يعلمنا كيف لا نألف النعمة فننسى شكر المنعم، يعلمنا كيف نحترم النعمة وإن قلت، يعلمنا كيف نتأدب بين يدي الطعام والشراب الذي يسوقه الله عز وجل إلينا، فنقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، يعني جعله سائغا لا يكون شيئا مضرا في فم الآكل، ولا يقف في مريئه فلا يبلعه ولا يستمرئه، لكن الله سوغه. وزاد أيضا في تمامه في سنن أبي داود، وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، يعني هيأ لك أن تأكله ثم تستسيغه ثم تهضمه ثم ما يزيد فضلة يخرج، وكل ذلك بفضل الله عز وجل. يذكر أن أمير المؤمنين هارون الرشيد دعا مرة بكأس شراب وعنده بعض أهل العلم، وكانوا لا يزالون يتواصون ببعض السلاطين والعلماء والأمراء والحكام، فلما دعا بشربة ماء قال: يا أمير المؤمنين، لو أن حابسا حبسك عن كأسك هذا لتشربه فما أنت فاعل؟ قال: أفتديه بنصف ملكي شربة ماء، لو منعت فكدت أن تموت لتدفعن نصف ملكك لشربة ماء. قال: اشرب هنيئا بارك الله لك. فلما شرب قال: يا أمير المؤمنين، كيف لو حبست كأس الماء هذا الذي شربت في جوفك فما خرج منك واحتبس البول؟ قال: افتديه بنصف ملكي ليخرج. قال: يا أمير المؤمنين، فكأس ماء يسوى ملكك كله في شربة وفي إخراج، أفما يكون حقا على العبد أن يشكر الله عز وجل؟ كم كأسا شربت ما فطنت أن الله لو منعك لما وصل إليه. كم مرة دخلت الحمام أكرمك الله تقضي حاجتك وأنت تعلم أن ألوفا من المرضى يعانون من احتباس البول وإخراج الفضلات ويعيشون على العلاجات والأدوية وهم في عمليات جراحية ومعاناة كلما دخل أحدهم الخلاء، وأنا وأنت نخرج مرارا وتكرارا، عندما تؤلف النعمة تنسى. والهدي النبوي يجدد في قلوبنا كلما أكلت الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فتتذكر النعمة وتذكر نفسك بها. الحمد لله الذي كفانا من الكفاية، والري والشبع نوع من الكفاية التي يحتاج إليها الإنسان، وهو أيضا يقول: غير مكفي ولا مودع، وفي رواية: غير مكفور، يعني لا تكفر نعمة الله ولا يجحد فضله. غير مكفي يعني نعمته دائمة مستمرة، وسبحانه غير محتاج إلى شيء ليكفيه، بخلاف عبده المخلوق المحتاج الضعيف. ويقول: ولا مودع، يعني غير متروك فضل ربنا ولا مستغنى عنه. وجاءت ربنا على النصب لأنها في مقام النداء، أي يا ربنا. وهذا كله من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. هذا تقدم في جملة سابقة، ولعل المصنف رحمه الله أعادها ليصل بها ما بعدها. وقد تقدم حديث كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قال: ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم. فلذلك إما أن يغسلوها وإما أن يلعقوها. طيب، أما المسح فلم تكن لهم مناديل، وأما الغسل فقال: ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا.
إذن فكيف يزيل أحدهم أثر الدهن؟ ليس له إلا أن يلعق أو يلعق كما تقدم في الحديث. أما استمرار عادة الغسل بعد الأكل فلقلة الماء آنذاك وندرته في البيوت كان بالكاد يكفي أحدهم لشرابه وطعامه أو لطهارته ووضوئه، ولم يكن لهم فائض في استعمال الماء يتيح لهم استعماله كلما أكل أحدهم طعاما أن يغسل يديه. والمسألة أيضا مبنية على عرف جرى وعادة استقرت في تلك الأزمنة بخلاف ما اعتاده الناس اليوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما، فقيل هذا نسخ لنهيه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما في أكثر من حديث، منها حديث أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة رحمه الله: قلنا، يعني سألوا أنسا، قلنا: فالأكل، يعني ما شأن الأكل؟ قال: ذاك أشر أو أخبث، يعني أكل الطعام قائما أشد شرا وخبثا من الشرب قائما. فلهذا قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والزجر أبلغ من النهي وأشد منه. يا كرام، ما اعتاده الناس اليوم وخصوصا في غير المجتمعات المسلمة ثم سرت إلى المجتمعات المسلمة، الأكل قياما في المطاعم وفي الطرقات، يضع أحدهم طبقه على طاولة وهو قائم فيأكل في وجبات سريعة ومطاعم الطرقات، وما يكون أيضا في الاستراحات والحدائق وليست هناك أماكن مخصصة للجلوس، وسرت إلى المجتمعات المسلمة. وقد تقع لبعضنا في البيوت على غير قصد، يخرج من المطبخ حاملا طبقا أو طعاما أو لقمة فأكلها ماشيا أو واقفا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. قال: فقلنا لأنس: فالأكل، قال: ذاك أشر أو أخبث، يعني أن يأكله الإنسان قائما. قال أهل العلم: وفي ذلك حكمة لما يعلل به الأطباء من أن الأكل قائما فيه مضرة على البطن والمعدة، وفيه عسر، وفيه شيء من الضرر الذي يصيب الإنسان إذا اعتاد هذا النوع من الطعام. والشريعة لا تأمر أو تنهى إلا بما فيه الخير والصلاح للعباد في دنياهم وفي أخراهم. ثبت نهيه عن الشرب قائما وزجر صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومع ذلك فقد ثبت في بعض الأحاديث أنه شرب قائما. أما الأكل فلا، لم يثبت أنه أكل قائما. أما الشرب فثبت في بعض الروايات التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وحسنه، قال حسن صحيح: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هل هي على المساواة؟ الجواب: لا، كان أكثر شربه قاعدا، وثبت الشرب عنه قائما مرة أو مرات معدودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، أو ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا. وفي حديث ابن عمر أيضا عند الترمذي قال رضي الله عنه: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فأجاب أهل العلم: كيف يجمع بين هذا الذي ثبت من الشرب قائما وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما؟ أجاب المصنف رحمه الله بأجوبة عدة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل منسوخ به، وقيل بل فعله بيانا لجواز الأمرين. ثلاث إجابات. قيل هذا نسخ لنهيه، يعني ثبت أنه شرب قائما فكان شربه قائما نسخ لنهيه عن القيام حال الشرب. فإذا نسخ النهي فما حكم الشرب قائما؟ سيكون جائزا. وقيل الجواب الثاني بعكسه: بل هو منسوخ به، أن شربه قائما كان جائزا ثم نسخ بنهيه عن الشرب قائما فيكون الشرب حال القيام ممنوعا. جوابان متقابلان، والنسخ إنما يبنى عند أهل العلم على معرفة المتقدم من المتأخر في النصوص. الجواب الثالث: قال بل فعله بيانا لجواز الأمرين. ما معنى هذا؟
نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، ثم ثبت في حجة الوداع أنه لما جاء وشرب من زمزم عند البئر واستقى شرب قائما عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على أن نهيه السابق ليس للتحريم، ليس للمنع الأكيد، بل لما هو الأولى والأنفع ألا تشرب قائما، وأن الشرب قائما يجوز للحاجة. ما حاجته؟ قال كان عند البئر، بئر زمزم، والجلوس عندها قد يكون متعسرا في الحج أو متعذرا مع الزحام أو خشية الجلوس وفي الأرض مياه جارية أو شيء من القاذورات فلا يستطيع المرء الجلوس، فالأنفع له والأيسر والأولى أن يشرب قائما. أو جاء عند برادة ماء وليس فيها إلا كأس معلق لا يستطيع أخذه فيشرب جالسا فاضطر إلى الشرب قائما. حالات تكون فيها الحاجة إلى الشرب قائما فيجوز له أن يشرب قائما، وما عدا ذلك فالأكمل والأنفع والأولى والأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام أن يشرب جالسا. لماذا؟ لأنه نهى عن الشرب قائما. طيب وهو قد شرب قائما، شرب مرة أو مرات معدودة، والأكثر عنه النهي، وما ثبت من شربه فكان جالسا. إذن يحمل على القيام الشرب للقيام للضرورة أو للحاجة، أو أن الجلوس للشرب كان أكثر من هديه عليه الصلاة والسلام والوقوف قليل، أو يكون الجواب أن النهي للتنزيه وخلاف الأولى ويكون القعود أكمل وأنفع. نعم. قال والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يسقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجتمع أحاديث الباب والله أعلم. نعم، النهي عن الشرب قائما، فمهما استطعت عبد الله ألا تشرب إلا جالسا فافعل، سواء شربت ماء أو شاهي أو عصير أو لبن أي مشروب، اشرب جالسا فإنه أقرب إلى السنة وأبرك لك وأهنأ أيضا لشرابك كما يقول الأطباء. وجواز الشرب قائما لعذر يمنع من القعود كما مر في الأمثلة، وبهذا تجتمع أحاديث الباب كما قال المصنف رحمه الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه. كان إذا شرب عليه الصلاة والسلام ماء أو لبنا أو غيره ناول من على يمينه، شرب كانوا يتعاقبون على الشرب في الآنية فيشرب الأول ثم يعطي بقية الشراب لجلسائه، فيبدأ بمن على يمينه. قال وإن كان من على يساره أكبر منه. ربما جلست في مجلس فكان عن يسارك بعض الوجهاء وعلة القوم وعن يمينك بعض صغار أهل المجلس أو شبابهم أو فتيانهم وحديث سنهم، السنة البدء بالأيمن. ثبت ذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ ليش يستأذن عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأنه أحق، وإن كان أصغر القوم لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف تكون مكارم الأخلاق ورعاية الآداب، فالأدب مقدم. فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. والحديث في الصحيحين، وفي رواية أيضا فقال في رواية عند البخاري قال أوتي عليه الصلاة والسلام بشراب فشرب منه، والمقصود بالشراب لبن ممزوج بالماء، وعن يمينه غلام قيل إنه كان ابن عباس رضي الله عنهما وكان أصغر القوم، فإن ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع يقول أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني بالكاد كان في 13 أو في 14 من عمره. قال وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا.
قال فتله في يده رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطاه الإناء فشرب. احترم عليه الصلاة والسلام أدب المجلس وعلمنا هذا الأدب، ولهذا قال المصنف رحمه الله كان إذا شرب أعطى من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. فلما قال الغلام ابن عباس أو غيره لما قال رضي الله عنه لا أوثر بنصيبي منك أحدا، بيّن أن عدم تنازله وعدم إيثاره لغيره ليس لكونه شرابا، بل لكونه قد حلت فيه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال لا أوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. هذا فضل، وهذا محل تنافس أصحاب الهمم، ولهذا قال بنصيبي منك، أي من أثر بركتك التي سأصيبها فيما لو شربت بعدك يا رسول الله. فكان بهذا أدبا عظيما والتفاتا إلى شيء لا يقع فيه الإيثار، ولهذا قال الفقهاء الإيثار في القرب مكروه. فإذا وجد الإنسان فرصة لنيل قربة وطاعة وفضيلة فإن الأولى به ألا يوثر بها أحدا سواه، وأن يكون حريصا على حظ نفسه من الخيرات والبركات والمكارم، بلغنا الله وإياكم مراتبها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في هديه في النكاح صلى الله عليه وسلم ومعاشرته أهله. تم لنا يا كرام فصلان سابقان، أحدهما في هديه عليه الصلاة والسلام في اللباس، والثاني في هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام، وها نحن نشرع في فصل هديه في النكاح ومعاشرته أهله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تسمعوا إلى تفاصيل بعض الجمل المجملة، فاعلموا رعاكم الله أن أكمل بيت زوجي عاشه إنسان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من يبحث عن سعادة الحياة واستقرار الأسرة فليفتش في سيرته عليه الصلاة والسلام. كل من أراد السعادة الزوجية والحياة الطيبة الهنية فليقترب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في معاشرته لأهله، في تلطفه وتودده، في حسن معاملته لأهل بيته عليه الصلاة والسلام. هذه حياة واسعة وتفاصيلها كثيرة، والمنقول في هذا الفصل جمل مختصرة مجملة، لكن من ورائها كثير من الأحكام والحكم. وكان أهل العلم ولا يزالون يقتبسون من تلك المعاني في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته وعشرته لأهله، وما يكون من جميل المعشر ولطيف الحياة وحسن التبعل ما أصبح أسوة لكل رجال الأمة إلى يوم القيامة. يمكنك أن تقول إن الإنسان بوسعه في علاقاته مع الناس خارج البيت أن يتجمل بالملاطفة والمجاملة وحسن الأدب، لأنه مع الناس في الخارج ومع الأصدقاء والأقارب والعلاقات الخارجية عادة ما تكون محدودة، يعني أقصى شيء هو يقابل صديقه في العمل 5 ساعات إلى 8 ساعات، يقابل ضيوفه وجلساء مجلسه 1 ساعة 2 ساعات 3 ساعات. لكن الأصدق في حكاية أخلاق الإنسان هي أخلاقه مع أهل بيته، لأنهم معه على الدوام، ولأنهم يرون من أخلاقه في الغضب والرضا والحزن والفرح والسرور والكراهية في كل الأحوال. فمصداق أخلاق الرجال ما ينعكس في تعاملهم مع أهليهم وأزواج بيوتهم، هذا الأصدق في الحكم على أخلاق الإنسان. ومحك ذلك ومعياره الكامل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي. أعطانا القاعدة، لن أقول فلان خير من فلان وفلان ما شاء الله في أصدقائنا في عائلتنا في قرابتنا، فلان في البلد هو القمة عندنا في الخلق والأدب. المعيار هو ما حده رسول الله عليه الصلاة والسلام، خياركم خياركم لأهله. انظروا أينا خير لأهله، هو خيرنا في المجتمع بحديثه عليه الصلاة والسلام. والخيرية المطلقة لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم لسبب واحد، أن خير رجل عاش خيرا مع أهله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا خيركم لأهلي. ما خيره لأهله؟
عليه الصلاة والسلام عاش حياة تعددت فيها الزوجات، تعددت فيها ظروف الحياة، تعددت فيها المصائب والابتلاءات، تعددت فيها المهمات ومشقات الحياة، تعددت فيها التكاليف والتبليغ عن رب العالمين، وما عرف ولا رؤي ولا سمع منه صلى الله عليه وسلم إلا كل خير. لم يحفظ عنه في رواية صحيحة ولا ضعيفة ولا مكذوبة أنه مد يده فضرب امرأة من نسائه قط عليه الصلاة والسلام. ما حفظ عنه ولا نصف كلمة ولو بالكذب أو رواية موضوعة أو ضعيفة أنه شتم امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم. ألسنا نساء كنساء البشر؟ يعتريهن من الغضب والشطط والخروج عن حد يعني المنطق وحد العقل في بعض المواقف، خصوصا مع ما يكون بين النساء من الغيرة ونحوها ما يكون. بلى، وجد ذلك كله عليه الصلاة والسلام، لكن الخلق الكريم الذي يحمل صاحبه على الترفع عن السفاسف والدنايا والمحقرات والتوافه. تعال تعال، لا تذهب بعيدا، اقترب من هديه عليه الصلاة والسلام لتتعلم كيف يترفع الإنسان، كيف يحلق، كيف يعيش في بيته ملكوتا يكون في هديه أقرب ما يكون إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت زوجتان ولا ثلاث ولا أربع، بل بلغنا تسعا إلى 11 امرأة مات عن تسع منهن صلى الله عليه وسلم. كان يخرج للغزو وهن معه أو بعضهن، خرج للحج وهن معه صلى الله عليه وسلم، يطوف عليهن كل يوم، يمر عليهن واحدة واحدة، ويبيت عند التي لها ليلتها تلك الليلة، فما قصر في حق واحدة ولا أساء إلى واحدة، واحتمل عليه الصلاة والسلام ما قد يكون من تعد وإساءة وشطط وغضب وغيرة النساء والضرائر، كل ذلك حصل. لكن الكمال النبوي في هديه عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف تبنى البيوت، ويعلمنا أمراً عظيماً أن سعادة البيوت واستقرار الأسرة وتفاهم الزوجين يقوم بالمقام الأول على عظمة الرجل، فإنه قوام البيت. الرجال قوامون على النساء، قال وللرجال عليهن درجة. فإذا فقد الرجال تلك القوامة بصلبها العظيم ورسوخها المتين اهتزت البيوت. أما النساء فهن نساء، خلقهن الله عز وجل للرحمة والعطف والحنان والأمومة. أما التعقل والحلم وقوامة البيت فليس الشأن فيه لهن، ليس منقصه، بل هو محمدة لهن، فإنهن كلفن بما لا يطيقه الرجال أجمعون، الحمل والإرضاع والولادة وعباء الأمومة كلها. هذا شأن عظيم، وميزان الشريعة عدل كله. فانظروا كيف كان عليه الصلاة والسلام في هديه في النكاح ومعاشرة أهله بابا عظيما نستلهم منه. وإذا حرص أحدنا يا كرام على سنة يفعلها في وضوئه إذا توضأ، وفي صلاته إذا صلى، وفي حجه وعمرته وصيامه ودعائه وطوافه وفي كل أبواب العبادات، فأحرى بنا أن نتعلم سنن النبي عليه الصلاة والسلام في البيوت، في الحياة، في التعامل مع الزوجات، في الترفق بهن، في الإحسان، في احتمال ما قد يكون من إساءة أو شيء من الذي لا يرضاه بعض الرجال، كل ذلك مبثوث في سيرته. وهذا الفصل الذي اقتبس فيه المصنف رحمه الله جملا تعطي إشارة إلى ما وراءها من حياة عظيمة عاشها سيد البشر في بيته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: صح عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث، ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليهم. إذن الصحيح في الرواية التي أخرج أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أو النساء والطيب. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما الصلاة فليست من أمور الدنيا، بل هي من أمور الآخرة، من العبادات. ولهذا فإن رواية حبب إلي من دنياكم ثلاث خطأ، كلمة ثلاث لا تثبت بها رواية أبدا،
والصحيح في الرواية والمحفوظ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. إيش يعني من دنياكم؟ من مباحات الدنيا ومتعها الحلال، فإن متع الدنيا الحلال كثير، اللباس والطعام والشراب والفراش. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب إلي شيء في من أمور الدنيا النساء والطيب. النساء يعني الزوجات بالحلال، والطيب فإنه عليه الصلاة والسلام طيب الظاهر طيب الباطن، طيب يحب الطيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين درجة أعلى من المحبة، فإذا كان يحب النساء الزوجات ويحب الطيب عليه الصلاة والسلام، فإن الأحب إلى قلبه من النعيم الذي يفوق كل محبوباته في الدنيا التي تكون فيها قرة عينه إذا صلى بين يدي ربه. فالصلاة عنده صلى الله عليه وسلم أعظم محبوباته التي عاش عليها في دنياه الكريمة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته. يعني في جواز نكاح ما زاد على 40 لحكم عظيمة، منها حاجة الأمة إلى أن تكون بيوته وزوجاته عليه الصلاة والسلام يحملنا من أحكام الشريعة وأعباء النبوة ما لا يكون إلا داخل البيوت. فالزوجات وتعددهن حكمة عظيمة إلهية، مع ما في ذلك من حكم أخرى، تعدد القبائل والبيوتات التي نكح منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا ما قد يدفع به تهمة من طعن في النبوة بزعم حب النبي عليه الصلاة والنساء للنساء من باب التشهي، فإنه إنما تزوج النساء كلهن ثيبات لا أبكار إلا عائشة رضي الله عنها، وباقي نسائه صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات. فليس هذا أيضا صنيع من يبحث عن التشهي في تعدد النساء، أو التشهي الذي يحمل على الزواج والطلاق المتكرر الذي لا يستقر فيه المرء مع زوجة من الزوجات. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فالمبثوث في سنته وشأن أنكحته أمر عظيم تواترت به رواية السنة، يدل مجموعها على أن الحكمة من وراء ذلك كله أمور عظيمة تتصل بالرسالة والنبوة والبلاغ عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. قيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. أمر عليه الصلاة والسلام بما أمر به رب العزة والجلال لما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. لينجو الإنسان من ظلم يخشى أن يعاقب عليه يوم العدل والحساب ألا يعدد إذا كان غير قادر على العدل. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا، فأمر الله عز وجل. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ هو الذي أجاب به المصنف هنا في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. كان يقسم بالعدل في المبيت والإيواء والنفقة. المبيت يعني الليلة التي يبيت عندها، والإيواء يعني أن يكون لها بيت مستقل وفراش يخصها، والنفقة نفقة الطعام والشراب واللباس وسائر أمور الحياة. فمن تزوج بأكثر من زوجة وجب أن يعدل في ذلك كله، وألا يفضل واحدة على أخرى، لا في المبيت ولا في الإيواء ولا في النفقة. أما قول الله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمقصود ما لا يملك فيه المرء العدل، وهو محبة القلب. قال المصنف: والجماع، فإن هذا أمر لا يملك باختيار الإنسان، محبة القلب شيء يقذفه الله في القلب. طيب، فماذا لو مال قلبه حبا لإحدى زوجاته، كما هو لو مال حب قلبه لأحد أولاده؟
وهو مأمور بالعدل بين أولاده أيضا كما هو مأمور بالعدل بين أزواجه. قال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، شيء من ميل القلب لا ينفك عنه الإنسان، لكنه يجب أن يتزن عدلا في إعطاء الحقوق. قال رحمه الله: وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. بهذا اللفظ الذي أخرجه أبو داود وأخرجه معه أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه، وصوب بعض أهل العلم أن الحديث مرسل كما رجح البخاري والترمذي ورحم الله الجميع. قال: لا تجب التسوية في الحب والجماع لأنه مما لا يملك. فهكذا تجمع النصوص، وهو الذي كان عليه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عندنا أنه أحب بعض زوجاته أكثر من بعض. سأله عمرو بن العاص سؤالا صريحا ذات يوم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فصرح بالجواب. فتفضيله لعائشة هو في صريح قوله: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فصرح أنه يحبها عليه الصلاة والسلام، وبين وجوها لهذا الحب، كما صرح بحبه لخديجة أم أولاده رضي الله عنها، لما قالت له عائشة رضي الله عنها ذات يوم غيرة منها لما رأته يذكر من شأن خديجة رضي الله عنها، فقالت فيها كلمة فنهاها عليه الصلاة والسلام، وبين لها أنه قد كان لها من خديجة قد كان له من خديجة رضي الله عنها ما لم يكن لغيرها من نسائه. فكان يحب خديجة ويحب عائشة رضي الله عنهما كما يحب سائر أزواجه، لكنه ثبت أنه يفضل بعضهن في الحب. فهذا الذي لا يدخل على المرء فيه حرج، لأنه لا يملكه طالما استقام على العدل في بقية الحقوق الواجب فيها العدل بينهن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن بغير قسم، على قولين للفقهاء؟ المقصود بالقسم تخصيص الليلة للمبيت، أن يقسم لها ليلة، فمن تزوج اثنتين فأكثر فواجب عليه أن يقسم الليالي في المبيت، ليالي الأسبوع، إما بالتناوب ليلة الليلة أو بالتوزيع ليلتين ليلتين، الواجب العدل، فكيفما قسم لإحداهن قسم للبقية مثلها. قال: هل كان القسم في المبيت واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هو كسائر الأمة في هذا الحكم؟ أم له خصوصية كما خص بنكاح أكثر من أربع، أن الواجب عليه المعاشرة، يعني أن يكون حظ الواحدة منهن معاشرتها وجماعها ووطؤها، وإن لم يكن لها ليلة يقسمها لها؟ قال: على قولين للفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، كما أخرج البخاري في الصحيح، للدلالة على عظمة ما يقوم به الرجل إذا كان له زوجات. فإن الرجل إذا تزوج امرأة وكتب له من أجر ما يقوم عليها من الحق الواجب عليه أجر وثواب، يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فإذا كان له من النساء ذوات العدد، كان له بصدق النية أيضا من القيام عليهن والنفقة وأداء الحقوق ما يعظم به الأجر. قال: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. والمقصود في الحديث في بعض معانيه أن ابن عباس رضي الله عنهما يقصد أن خير هذه الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم، بقوله: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ومن أكثر أمتنا نساء؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان خيرها بما قصد ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع وآلى إيلاء موقتا بشهر ولم يظاهر أبدا، وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما،
وإنما ذكر هذا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إليه ما برأه الله منه. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، كان بشرا رسولا، فمقتضى البشرية أنه عاش حياته مع أزواجه عليه الصلاة والسلام بمقتضى بشريته، فيغضب ويرضى ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي عليه الصلاة والسلام، ولأنه بشر فإنه وجد من نسائه ما يجده الرجل من نسائه. هذا جوابا على من يقول إذا قيل له تأس برسول الله عليه الصلاة والسلام في معاشرتك لأهلك، تجد بعض الرجال يقول يا أخي هذا رسول الله وزوجاته عائشة وخديجة وأم سلمة وحفصة ونساؤنا لسنا كنسائه. طيب، وهل قال أحد إنك أنت كرسول الله؟ فإذا كنت لست زوجا في زوجيتك كرسول الله عليه الصلاة والسلام في زوجيته، فنساؤنا لسنا كأمهات المؤمنين. النقص فينا جميعا والقصور فينا حاصل، لكن نرتقي بأنفسنا للكمالات بتأسينا ببيت النبوة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. بشر، غضب وطلق، وقع منه طلاق، نعم طلق بعض نسائه، وطلق بعض من عقد عليها قبل أن يدخل بها، وطلق بعض من كانت في عصمته، ووقع منه الإيلاء، طلق وراجع كما ثبت في شأن حفصة رضي الله عنها، وأعفى سودة رضي الله عنها من ليلتها لما وهبتها لعائشة رضي الله عنها. وآلى، والإيلاء حلف الرجل ألا يطأ زوجته، وهو ممنوع فيما زاد على 4 أشهر. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم إذا رجعوا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا يجوز للرجل الامتناع عن فراش زوجته أكثر من 4 أشهر. هل وقع منه إيلاء؟ نعم، آلى عليه الصلاة والسلام بقصة مروية في الصحيحين وغيرهما. أما الظهار الذي وصفه رب العزة والجلال بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر من شيء من زوجاته قط. قال المصنف وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما. قال ابن القيم رحمه الله وإنما ذكر هذا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إليه ما برأه الله تعالى منه، فما ذكره إلا ليرده ويبين خطأه. فلعله يمر ببعضكم كلام في بعض ما يقرره بعض أهل العلم خطأ وسهوا أنه وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ظهار، فاعلم أن ذلك خطأ في النسبة، كما حكى ابن العربي رحمه الله عن بعض شيوخه أنه حضر مجلسا أخطأ فيه الفقيه في المجلس فقال طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلى وراجع وظاهر، فلما راجع الشيخ وكلمه اعترف بخطئه وأنه ربما كان سبق لسان ونحوه. انتهى مجلسنا الليلة ولا يزال في هذا الفصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرة الأزواج بقية فيها شيء عظيم نحتاجه جميعا أيها الرجال والنساء على حد سواء، لتكون البيوت أسعد والحياة أهنأ، أن نقتبس فيها من هدي نبي الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تعود به السعادة في بيوتنا وترفرف في حياتنا، نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. فاستكثروا جمعتكم في هذه الليلة ويوم غد من الصلاة والسلام على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، ومن حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. بعث الحبيب وبالسلام أتانا، ولنهجه رب العباد هدانا، وحباه رب العالمين وزاده في كل قلب عزة ومكانا، صلى عليه إلهنا ما أشرقت شمس تزين في الحياة سمانا. فيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات، وتكرمنا بها في أكرم المقامات، وتفرج عنا الكربات، وترفع لنا بها الدرجات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا،
وأكثرهم منه يوم القيامة قربا، وأكرمنا يا رب بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.